يعني الرقبة هنا أكاد أن أقول هي الحل، لكن في الوقت الحالي كل قطاع، كل بلدية، كل تأخذ الرقمنة من باب ضيق، ستادير تأخذها من إنشاء تطبيقات لحلول المشاكل تاعها. احنا كوزارة الرقمنة نحب نروح نظرة تكون شاملة، والدور تاعنا هو المخول قانون لنا هو التنسيق بين القطاعات. اليوم كي نقوم بعملة التنسيق نحسب في البوابة الحكومية تاع الخدمات العمومية 350 تطبيقة، ستادير 350 خدمة عمومية مراقبة. هذه العمليات كاملة أنشئت بفضل مساهمة كل الوزارات، إذن هي كلها هذه الوزارات مشكورة. حاليا احنا واش رانا ندير عملية فرز، هو الهدف كما تفضل السيد رئيس الجمهورية هو المواطن. علاش ندير الرقمنة؟ ما نديرش الرقمنة للرقمنة، نديرها للتسهيلات المواطن باش نسهل له التنقلات تاعو، واليوم يتنقل مسافات بعيدة باش يقوم بعملية إدارية تكون العملية الإدارية يقدر يديرها حتى في المنزل تاعو، وحنا نلح للقطاعات باش يروحوا صدير يسمحوا للمواطن باش يقوم بالعملية تاعو افيك لي دوكيمون سكاني افيك اتسيترا. نعطيكم امثله، في بعض الحالات من تم الراسه يزبك تتنقل حتى الورقله باش تقوم بعمليه اداريه. الان الحمد لله كل العمليات يعني اهم العمليات راهي مراقبه، والوزاره راهي حارصه باش كل العمليات كل الخدمات العموميه تكون مراقبه ان شاء الله قبل نهايه 2023. سيد وزير.